كابتن طلعت مرحب بيك ومبروك عليك النقطة. ربنا يخليك كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك، يا تحياتي لهوي كابتن انت مال سمير صوتك كده ليه؟ والكابتن محمود من الماتش. كابتن والله معلش كابتن طلعت هايلين ألف النهارده سلام كابتن، عليك. ربنا يعني يخليك حبيبي. خرجتوا، هل انتوا كنتوا بتسعوا للتعادل والحصول على نقطة النهاردة من النادي الأهلي؟ بص يا كابتن اسلام، خلي بالك هو التركيز كان دايما حبيبي ان النادي الاهلي دايما اول ربع ساعه سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني بيضغط بكل خطوطه بحيث ان هو يسجل في اول ربع ساعه، وده اللي احنا كنا مركزين مع اللعيبه فيه ومتكلمين معاه فيه، ان احنا نحاول نعدي اول ربع ساعه متماسكين بحيث ان احنا بعد ربع ساعه بيبقى الماتش خلاص بيقلب سجال بيننا وبين الايه الاهلي، وده الحمد لله نجحنا فيه الى حد ما. كون ان انا خدت نقطه من النادي الاهلي ده طبعا مكسب، ان انا بلاعب النادي الاهلي في الصداره وماتش بالنسبه لي مؤجل مهم جدا ان انا اخد منه اي حاجه، ده طبعا مكسب كبير ليا وظل الموقف اللي انا موجود فيه والمركز اللي انا موجود فيه في الجدول. الحمد لله نقطه مهمه جدا من ماتش زياده عندي او مؤجل عندي، ان شاء الله تفيدني في رحله البقاء ان شاء الله في خلال الموسم باذن الله في الماتشات المتبقيه. طبعا هو حضرتك في مرحله تجميع النقاط، انا مش مختلف مع حضرتك، وفي ضغوط سواء على الجهاز الفني او اللاعبين فبالتالي بيؤثر سلبا على الاداء، لكن كابتن طلعت مش دي فرقه المقاولين خالص، يعني انا بتكلم على معلش والله يا اسلام، انت عارف يا حبيبي احنا طبعا جينا مسكنا الفرقه وبنشتغل بالواد اللي موجودين، بنطلع اقصى ما عندنا، الواد اللي موجودين النهارده يمكن بيغلب على الاداء زي ما انت بتقول، الروح عاليه شويه اكتر من الفنيات، لكن عايز اقول لك ان اخر ربع ساعه او ثلث ساعه ده اللي كنا بنلعب عليه، ان لو الماتش ماشي تعادل تقدر في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه الاهلي هيبدا يفتح خطوطه، لان الاهلي من الصعب جدا هو متعادل يفتح خطوطه الا مع مرور الوقت زي ما حصل اخر ربع ساعه او ثلث ساعه، اكتر من هجمه مرتده لو الفينش بتاعها التاتش الاخير بيطلع صح كنا ممكن نقدر نسجل. خطوره الاهلي معظمها الشوط الثاني بالذات خلي بالك مش من العمق، كلها من على الاطراف ومن تحت، كلها كروسات دي اللي عامل علينا الخطوره في داخل البوكس داخل ال 18، انما الحمد لله الولاد بيرحلوا، كنا متكلمين معاهم كويس بين الشوطين برضه كابتن عودة اتكلم معاهم كويس قوي في حته الترحيل خاصه مع الكورسات، خاصه ان الاهلي في الفتره في التوقيت الاخير اللي بيبقى متعادل فيه بيبقى في عدد زايد جدا داخل ال 18، بالنسبه لنا احنا في ال 18 فنركز قوي فنركز جدا في الكورسات اللي حصلت، الخطوره كلها كانت تقريبا من الكورسات، انما كنا نقدر نخطف احنا من هجمات مرتده عن طريق جبنه عن طريق امادو عن طريق عماد فتحي، كنا نقدر لو الهجمه اتنظمت في التاتش الاخير كنا نقدر نسجل، وخاصه في التلك الساعه زي ما اتكلمنا معاهم بالظبط، انما الحمد لله تمام. سالم يمكن ضيع انفراد اللي كان اللي هو شكينا فيها انها ضربه جزاء في اول الشوط الثاني، ضيع انفراد في اول الشوط الثاني كان كفيل ان احنا كنا ممكن نسجل فيه، انما الحمد لله نقطه كويسه من فريق كبير بيسعى للصداره، احنا بنسعى طبعا ان احنا نخرج من المكان اللي احنا فيه، الحمد لله نقطه مهمه في وقت مهم. يعني ليك تعقيب على ضربه الجزاء اللي احتسبت النهارده للنادي الاهلي؟ والله يا اسلام انا في الماتش بصراحه ما كنتش شايفها، مش شايف هي ضربه جزاء ولا لا، انما بعد الماتش لما شفتها طبعا ماشي. لما انا شفتها بعد الماتش فاول على حسام حسن، فاول على حسام يا طلع، انا شايفها انها مش ضربه جزاء، انا شايف ان حسام هو اللي شادد الولد وكان لازم كابتن محمد عادل يخرج على الطاوله، انما انا كل اللي اقدر اقوله اني في الاول في الاخر انا بحترم محمد عادل او غيره، الحكام كلها حكام ممكن يكون الخطا مش مقصود طبعا، انما عايز اقول في كرات بتبقى متشابهه يا كابتن اسلام في ايه؟ يعني انا بلاعب المحله من ماتشين واتحسب لي فاول في نهايه الشوط الاول كويس؟ الحكم ما لعبوش صفر نهى الشوط الاول، يعني انت بتصفر كان بتعمل الفاول قال الوقت خلص، النهارده اتحسب عليها فاول في الدقيقه الثامنه دخلت في الدقيقه التاسعه هو حاسب 7 دقائق ما تصفر، ما هو ما يعني ليه يعني هما يعني هل الحكام ما بتشوفش نفس المواقف اللي بتحصل؟ ما هي يعني فاهمني يا كابتن اسلام؟ ايوه يعني حاجات برضو يعني بتزعل انت لما بتشوف حاجات بتحس بيها بتتحسبش، انا في ماتش الزمالك ضربه جزاء اتشاط مصر كلها قالت لازم تتعاد معايا يا اسلام؟ معاك كابتن طارق، النهارده ضربه جزاء مش صحيحه، طب ما اطلع اشوفها يعني فاهمني؟ عندك الماتش الجاي ماتش صعب، ماتش فيوتشر، والله العظيم يا اسلام والله كل الماتشات صعبه صدقني، والله بصرف النظر انت بتلعب فيوتشر طبعا فريق كبير محقق نتائج اكتر من هايله معاه جهاز فني محترم علي ماهر كابتن علي، الحقيقه علي يعني الماتشات كلها صعبه والله يا اسلام، النهارده ايسترن نادي فريق كويس قوي كانت مش ماشيه معاهم في وقت معين مش موفقين، معاهم جهاز فني كبير قوي كابتن علاء،
بص راجعين من بعيد قوي جايين، فالماتش كلها صعبه صدقني، ما تنساهاش انك بتلعب كده او بتلعب صدقني يعني انا شايف كده يعني. شدوا حيلكم شويه طلعت الفتره اللي جايه عشان الامور صعبه. نادي المقاولين انا عارف الفرقه مش قويه قوي، انتوا مستواها ناقصه حاجات كتير، بس ربنا يوفقكم ان شاء الله. ربنا يوفقك يا كابتن سمير. توفيق يا كابتن طلعت، وان شاء الله يعني تتخطوا الازمه اللي انتوا فيها ديت وتستمروا في الدوري الممتاز.